مساء الخير زينات، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ما طليت عليكم بروتين ولا بفيديو ولا بفلوج، شباب بزاف بزاف. قلت لكم حبيباتي ما تنسونيش تبداو لي لا فيديو بجام وكومونتير شباب كيما العاده. هنا راهي باينه وشنو هو النوع تاع الفيديوهات تاع اليوم. راح ندير لانيفرسير تاع وليدي اللي ان شاء الله قفل عام، ان شاء الله العقوبه 100 سنه. ان شاء الله خرجت انا وماما باش نوجد صوالح تاع لانيفرسير وكامل. هنا ياكم على بالكم لا تخت كنت احنا كمونديها، مي ماما ما تحبش دائما في لانيفرسير تاع ولادي تقولي انا اللي نخدمها لهم، ما حبيتش نكومونديها، قلت لها دبري راسك. هنا خرجت شريت الدوزه اللي خصني، لي زاسيات هذوك تاع المايس وكامل، مهم كامل واش خصنا. هنا حبيت نرد على واحد الفئه اللي دائما يقولوا لي وعلاش ما دائما في داركم رجلك تخليه وحدك، بليتو وحده. هادو باينين بلي فئه جديده دخلت معايا. نقول لكم حبيباتي انا راجلي يخدم بعيد ومستحيل نخليه وحده في الدار ونجي نقعد في دارنا. ديجا هو ما يجيش بزاف، صافي كي يجي نقعد معاه في الدار، ماشي نخليه في داري ونروح انايا لدارنا. هذه هي هنا كيما دوكا تيك لانيفرسير تاع وليدي ما قدرش يجي باسكو كان خدام. هذه هي قلت لكم خيرت كامل، حرت في لوتام واش ندير. كنت راح ندير هذاك تاع ستيتش هذاك الميكي، ومن بعد قالت لي ماما ماشي شباب بدلي. دوك نوريكم واش خيرت. هنا كنا نخيرو في الشوكولا في صوالح لي نسحقوهم كامل. هنا كاينه ملاحظه صغيره برك، شوفوا شرينا كلش والديكوراسيون تاع لا طخت ما شريتش حاجات بزاف. دوك نشارك معكم كل حاجه، يعني انا لانيفرسير تاع ولادي العام تاعهم نحب نديرو لهم دائما، ومن بعد ما نوليش يعني كل عام نديرو لهم، دي فوا نديرو لهم غير بحاجه بسيطه برك. هنا تاني تكون جست الدوزان تاع الدوزان تاع القرايه وكامل، كنت صبت بزاف الدوزان دخلوا جداد وكامل. هنا ما شريت والو، هذه السوبيرات اللي قدام دارنا رحت ليها لقيت فيها قلت لكم لي تخوس بزاف شابين، عجبوني هذوك تاع تيكنو يديروا 100 ميل. ومن بعد يعني صراحه راني وليت شريت، رحت ماشي لهذيك السوبيرات، رحت لواحد المحل جاي وين نسكن مكتبه هكذا يبيعوا كامل دوزان تاع القرايه. شريت لوليدي كارطاب ان شاء الله بعد نشاركوا معاكم قبل الدخول المدرسي، نشارك معاكم ثاني تليبخي. هنا قلت لكم عجبوني بزاف بزاف. ولا هنا كانت ماما دير فلاطخت درناها سامبل، ما حبتش ماما دير فيها بزاف الفاكهه ولا، قالت لي نديرها غير بالكراميل والجوز هذا ما كان. هاي ليك لهنا دارتها، دارت كو شوكو، درتها كاع شوكو نورمالمون، كنت حدير وحده تاع فاني ومن بعد دارتهم كامل شوكو، جات بزاف هايله. دوك نشارك معكم، درت له ثاني تلعشة، دوك نوريكم واش درت له عشاء. وراه مريض، شوفوا كي تشوفوني غبت عرفوا بيا حاجه، وليدي ما نبتش بكري وكي بدا ينبت بدا ينبت علاجه. صافي واش صرالو؟ الحمه كل ما تجي تخرج سنه دير له الحمه، حاشاكم لا دياري، الردان، المهم راني في واحد الايامات صعيبه بالبزاف، على هذيك راني نغيب معاكم. المهم زيان بتلي دوكاتيك ماشي كيبدا وليدي يقرا. هنا هذا هو لو تام اللي شريته، يحصل هذا الميكي يفكرني كي كنا صغار كانوا عندنا واحد ليزاسيات انا وزوج من خاوتي كامل كيف كيف كي شتو تفكرت الصغر تاعنا. شريت هادو ما تاع المايس تاني باش ندير بوب كورن، شريت لو ميم تام. هاوليك داتا داتا هاوليك. وشريت هادوك لي زاسيات مع لي بابي تاعهم. هنا شريت هادية باش نديكوري بيها، هادوك لي زاسيات البنات يديرو 25 ألف، وهادوك تاع البوب كورن هادو ما الحجم الصغير يدير 15 ميل، وهاديك تاع الديكوراسيون نورمالمون 15 ميل، هادي الشمعه 15 ميل، وهادو النبولات شريت هكا لي كولور بلو سيال نوار غوج كيما الميكي هذاك فيه كاع لي كولور. ونهار لانيفرسير تاع الكتكوت ديالي درنا دجاج محمر بالروز، دوك نوريكم. هنا الدجاج دائما نوريكم الطريقه كيفاش نحمرو، يجي بزاف بنين، والتتبيله اللي نديرها تعطي له تحميره بزاف شابه. لا حبيتو الوصفه كش نهار نعاودها لكم. هنا ثاني الروز كان جاب بابا الروز شللته، وهنايا الوسمو الزبيب حبيت نديرو بالزبيب واللوز من الفوق، يجي كيما الكبسه ولا مش سي با، المهم عفسه هكا تاع اللي يديروها في المشرق وكامل.
مي اللوز ما جابوليش، طولوا ما جابوهوليش. الزبيب كنت شمخته في الماء دافي شويه ومن بعد فورته. هنا الرز ديالي درتو يطيب على نار قليله، درت له الكركم والملح وشويه تاع الزيت. هنا اللي يحب الهيل ونجمت لار تاني تيمد لوكو بزاف بزاف بنين، قلت لكم يجي كيما تاع السعودي اللي يديروه والسواره وكامل. هنا فورت الزبيب ديالي والرز باش تحبوا يجيكم على حبه من الاول خلوه يرفد الغليه، كي يغلي نقصوا له كامل النار يولي شغل. ديروها قد ما تقدروا، ديروها قليله ديروها قليله. هنا هاوليك بعد اللي تغلى، انا ما نفورو ما والو، يجي على حبه. غليته وقطرته بيان ودرته في جفنه هكذا حليته. شوفوا جا بزاف هايل، جا على حبه، شوفوا جا مزربع. دوكا تكي فور لي زبيب نرميها معاه، وكي يطيب لي هذاك الدجاج نحيوه، وهذيك لاصوص نديروها مع هذا الرز ونعاودو نرجعوه للكوشه يعني يتشرب شويه. تقدروا ديروا فوقه مرسوه تاع الزبده، مي انا ما حبيتش نكثر بزاف اليدان في الماكله، على جال بابا ما يحبش الماكله ميدما بزاف. هنا هاوليك الدجاج تاعي كما قلت لكم بعد لي تحمر، دوكا تيك نحيه وندير الرز لداخل ونخلطو بيان وندخلو للفوق. والعشاء ديالنا كان واجد. هنا تقدروا ديروه بهذه الطريقه وديروا له الفوق نوات كاجو، ديروا له اللوز، تحمصوا في شويه زبده وديروه، بيان سور ما يكونوش مالحين. هذا هو العشاء تاعنا، جا بزاف بنين وتعشينا ونقينا هذوك الماعن. ومن بعد رحنا باش نديرو لانيفيرسير تاع وليدي. انا لانيفيرسير نحب نديرها في الليل، ما على باليش علاش، في النهار ما نحبش، نحب نديرها في الليل. نكونوا تعشينا وغسلنا ماعنا وكامل نديروها. هنا تاني ماما كانت تدير في المايس طيباتو وبدات تدير فيه في هادو مال تاع المايس. على بالكم الدراري في السهرات هكذا في لانيفيرسير وكامل يحبوا هكا سقايط يحبوا. هنايا انا نحب دائما قلت لكم ندير لوليداتي حنا نقولوا راس العام ولا العام تاعو الاول، نحفف لهم. مي وليدي هذا الله غالب ما كتبلوش، مازال ما حففتلوش، مداري ولادي نهار العام تاعهم نبعتهم للحفاف. قلت لكم الواحد يسيد يدير هكا حفله بسيطه. للامانه شوفوا البنات، انا وليدي ما درتلوش لانيفيرسير ديالو لو ميم جور اللي زاد فيه. ماما ما حبتش، قالت لي انا ما نحبش ندير لانيفيرسير في نفس النهار، يعني سبقتها له بواحد الخمس ايام هكذاك من قبل. هذه هي نحبوا نديروا هكا سهره باش نتلايموا نقصروا نضحكوا. شوفوا على بالي دوك كاين بزاف لي كونتر لي زانيفيرسير وكامل يقول لك حرام، على بالي على بالي بلي ماشي مليح نديروهم وكامل. مي حنا اللي غارض ان نفرحوا الدراري، نصوروا هكذايا. وقلت لكم من بعد انا يولي ما شويه ما عندي حاجه في لانيفيرسير بزاف، سي غير وين ندير ولادي، كاين عام ندير لهم عام ما ندير لهم، فهمتوني؟ ما نحبش نولفهم بلي دائما لانيفيرسير صافي اوبليجي يندار ولا مين داك هكا. دي فوا يجوز نهار عادي كيما وليدي الكبير نقول له اليوم لانيفيرسير تاعك كيما اليوم زيد كل عام انت بخير، الا كنت قادره نشيلو كاش حاجه كادو ولا عفسي يسحقها في القرايه، فهمتوني؟ مي العام تاعهم نحب ندير لهم. هذه هي تعشينا كامل كيف كيف، تلايمنا ضحكنا قصرنا قعدنا في لاكور باسكو كانت سخانه في الجاردان تاعنا، البروده الهواء بيان سور مع مرت خويا كانت هنايا وكامل. هذه هي شوفوا انا عجبوني هاد لوتام اللي خيرته، جا بزاف شباب وجا مغاير ماشي كيما مدارين نديرو ولا. هاد لوتام عجبني بزاف. وهاي لك لاطارت سامبل بزاف ماشي مديكوريه بزاف، صدقوني غير الوقت باش نعاودو نخرجو ونزيدو نشرو ما كاش الوقت. هذه هي شبحناها غير بشويه عنب كان عندنا وهذيك الشمعه وسي بون. هنا نقول لوليدي كل عام وانت بخير، العقوبه لمئة سنه ان شاء الله، ان شاء الله تكبر وتحقق الامنيات تاعك تخرج ولد صالح ان شاء الله يا ربي. وانتوما حبيباتي نحبكم كامل تخليوا لي تعليقات طيبه هكذا باش تقعد له في القناه كما نقولوا شغل سوفونير، كيكبر يلقاها اذا عشنا وكامل يقرا هكذا بلي درت له لانيفيرسير تاعو الكتكوت. يا عملي مريضه مريضه وفي حاله، كي راني ندير لكم في الاوديو راهو اما مدبال كامل.
هنا صورت لكم للتيك توك، كل خطرة نقول لكم نخلي لكم تيك توك تاعي وننسى. شوفوا إذا قدرت نخلي لكم تيك توك والإنستغرام تاعي روحوا ليا مرحبا بكم. إن شاء الله هاد اليامات نرجعوا كيف كيما كنا، روتينات النشاط، روتينات الدخول المدرسي. على بالي تقولوا لي دايما كي تقولي لنا نولي وما وليتش، مي الله غالب عفوا عذروني، مي أنا في الصيف نولي شوية من الروتين تاعي يتخلط، نولي ما عنديش الانرجي كيما كنت، ما نحبش نجي لكم بطاقه سلبيه. هاد الايامات الحمد لله دوك يبدا الدخول المدرسي، نموت على هاد الاجواء، ننظفوا الدار كيف باش وليداتنا يدخلوا يكون كلش ان شاء الله نقي. هنايا لا تخت بعد لي قسمتها، هنا ماما جات بزاف بنينه، خاصه هادوك المرسوات تاع الجوز لداخل كي تكوني تاكلي جاو بزاف بنان. هذه هي حبيباتي، هنا نقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، كنت طليت عليكم طله خفيفه. هنا البنات وجيت نقول لكم هاد لاباغور دو دغ خيطاتو ماما الخويا تاع اغماس هدايا، اللي يحبوا يخيطوا كاين بزاف اللي كانوا يبحثوا لي في واحد الايامات اذا تخيط مامك في واحد الفتره كانت ما تشدش بزاف لي كوموند، مي دوكاتك اللي يحب تخيط اي موديل اي حاجه وكامل تبعت لي في الانستغرام، نعطيها رقم ماما ولا نعطيها انستغرام تاع ماما وكامل باش تخيط لها وتبعت لها. هنا خويا حب هكذا لي بانو في النوار باش الشميسه ما تعميش، وهاد الدراو كامل كنا حابين نديروا له لاوس هكذا في الاورانج تاعها، مي ما لقيناش عند مول الحانوت. لهنا لحقنا نهايه الفيديو حبيباتي، نقولكم نشكركم كامل اي وحده كملت الفيديو حتى لهنا، نقول لكم نحبكم بزاف بزاف يا اغلى مشتركات، تهلاو لي في روحكم في وليداتكم في الناس اللي عزاز عليكم، نقول لكم نحبكم والى اللقاء.